السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وبصحة جيدة. هذا نهار جديد وفيديو جديد وفكرة جديدة اللي كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم ومشاهدة ممتعة. الفيديو ديال اليوم حبيت نشارك معكم واحد الطريقة لتزيين مخدات باستعمال فقط الكولا ب7000 و لي بايت. كما سبق لي وقلت لكم في الفيديو السابق بان هاد لي بايت هادو يمكن بهاد الكولا هادي نستعملوهم كبديل للفاشيون اللي هو هذا، وكيتقاموا بثمن رخيص وحتى النتيجه كتكون نتيجه هائله. اذا بقاو معايا تشاهدوا الفيديو ونوريكم الطريقه اللي غادي نطبق بها هاد الرسمه هادي على هاد القطعه ديال الثوب، وكنتمنى لكم مشاهده ممتعه. من بعد ما طبعت الرشمه ديالي على الثوب غادي ناخذ مرمه باش الكولا ما تخرجليش على الظهر ديال الثوب، وضروري ندير واحد الملف تحت منها باش منين نبغي نحيد هاد لي بايات هادو غادي يطيحوا لي في الملف ونولي نعاود نستعملهم مره اخرى. الطريقه سهله وبسيطه بسيطه بسيطه، ولكن انتم غتشاهدوا معايا كيفاش غادي تكون النتيجه رائعه. غناخذ الكولا ديالي وغادي ندوزها على الرشمه بحال الشكل اللي غادي نخدم بها الفاشيون، وغادي نعمر في الوسط. حاولوا ما تكتروش بزاف الكولا باش ما تخرجش على الثوب.
الرشمه ديالي من بعد ما كملتها بالتعمار ديالها. كيف ما كتلاحظوا، يا اما نخليها بهذا الشكل هكا يعني ما نزيد عليها والو، اولا غادي ناخذ هاد الباتروليف وغادي نصاوب بها، نزيد بعض لي ديتاي اللي كيبانوا لي. المهم كل واحد على حسب الذوق ديالو. بغيت نخليها هكا، غادي نخليها بهذا الشكل هذا. من بعد غادي ناخذ هاد العقيقه وغادي نديرها فهاد البليصه اللي خليتها خاويه ديال العين، غادي نلصقها بالكولا حتى هي. وهذا هو الشكل ديال المخده ديالي من بعد ما كملتها. كيجي المنظر ديالها جميل وراقي كيف ما شفتوا، راه بوسائل اللي هما بسيطه وممكن اننا نتوفروا عليها بواحد الثمن اللي هو بسيط، ولكن النتيجه كتجي هائله. اذا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ديالي وتعجبكم الاعمال ديالي، كنتمنى ما تبخلوش عليا بلايك باشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.